كلية الهندسة حلم شباب كتير أوي اليومين دول، بس محيرة جدا لكل اللي بيدخلوها، خاصة بعد ما بيخلصوا إعدادي. أصل أقسامها كتير أوي. النهاردة هنتكلم عن قسم من الأقسام دي، وهو قسم الهندسة الكيميائية. وقسم الهندسة الكيميائية هو واحد من أكبر 4 أقسام في كلية الهندسة، واللي بيسموهم البيج فور، وهم ميكانيكا، كهرباء، مدني، وكيمياء. والسؤال اللي بيطرح نفسه هو ايه الفرق بين المهندس الكيميائي والكيميائي خريج كلية العلوم؟ اقول لك يا سيدي، الكيميائي ممكن يعمل تجربة يحط فيها المادة A على المادة B، يطلع مادة جديدة خالص اسمها C، وبعد التسخين والترسيب والتجفيف و وبعد عمل شاق كبير جدا، جه يبص في نتائج التجربة لقاها 1 جرام بس. طبعا كمية قليلة جدا ما تأكلش عيش. المهندس الكيميائي بقى دوره انه يحول 1 جرام ده الى كمية كبيرة جدا ينفع ان يتعمل لها خط انتاج في مصنع. فبدل ما الكيميائي انتج 1 جرام في يوم كامل، المهندس الكيميائي يقدر ينتج طن في نفس المدة. الله، حلو اول قسم ده. طب هو صعب؟ يعني هدرس فيه ايه؟ بص يا سيد، المواد بتاعته هنقسمها لخمس مجموعات رئيسية. المجموعة الاولى هي Chemical Engineering Courses، ودي اللي بتخليك تتعمق قوي في الكيمياء. اول مادة زي Unit Operations، ودي بتدرس فيها الخطوات الاساسية لاي عملية في الدنيا. مادة زي Reactor Design، واللي بتتعلم فيها ازاي تصمم مفاعل تصميم هندسي يخليه يؤدي دوره بكفاءة. ومادة زي Heat Transfer أو Thermodynamics، دي بتدرس فيها انتقال الحرارة وازاي تتعامل معاها. ومادة Process and Plant Design، هتتعلم فيها تصميم المصانع اللي بتتعامل مع المواد الكيميائية. ومادة تانية اسمها Process Control and Instrumentation، ودي عشان تقدر تتحكم في أي عملية وتتعرف على الأدوات اللي هتستخدمها فيها. المجموعة التانية هي Technology Courses، واللي طبعا باين من اسمها انها بتخليك تتعمق في التكنولوجيا الحديثة عشان تقدر تواكب العصر. وأول مادة هي Organic Technology، واللي بتتكلم عن تكنولوجيا الصناعات العضوية زي الصناعات البلاستيكية. وتاني مادة هي Inorganic Technology، واللي بتتكلم عن الصناعات الغير عضوية زي صناعة الأسمدة. ومعنا كمان Petroleum and Petrochemicals Technology، ودي بتتعامل مع صناعات البتروكيميائية والبترول. ومادة زي High Temperature Technology، ودي بتتكلم عن تصنيع المواد في درجات حرارة مرتفعة جدا زي الإزاز مثلا. المجموعة الثالثة بعد كده هي مواد ممكن تحسها ملهاش علاقة بالقسم، لكنها مهمة جدا عشان توسع مداركك وتعرف فيها معلومات أكتر عن الهندسة بكل أقسامها، وهم الإنسانيات والاقتصاد. المجموعة الرابعة هي بعض المواد المتعلقة بأقسام ميكانيكا ومدني وكهرباء، لأنها مهمة جدا ومتعلقة جامد جدا بقسم كيمياء. أما المجموعة الأخيرة يا سيدي فهي مواد بتاخدها لمجرد الحصول على لقب البشمهندس. ده مش معناه إن هي مش مهمة، لا خالص، مهمة جدا. والمواد دي هي الفيزياء والكيمياء والرياضة. طبعا أنت بتسأل المهندس الكيميائي ممكن يشتغل إيه بعد ما يتخرج؟ بص يا سيدي، المهندس الكيميائي ممكن يشتغل في صناعة العمليات الكيميائية مثلا، وطبعا في مصانع تكرير البترول، وفي الصناعات البتروكيميائية، وصناعات الأدوية، صناعات السيراميك والزجاج والأسمنت، صناعات البوليمرات والمواد المركبة، وبرضه في الصناعات الإلكترونية. طبعا قسم ممتاز وجميل جدا ومجال شغل واسع قوي. ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله في أي مجال نختاره ويجعلنا سبب في صلاح البشرية. تحياتي لكم جميعا، أخوكم محمد أحمد ربيع، هندسة بني سويف. باي باي.